ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن افضل طريقه لحل الامتحانات، لان في ناس بتبقى مذاكره كويس جدا بس مش عارفه توصل المعلومه فتلاقيها جابت درجه وحشه، وفي ناس تانية مذاكره وعارفه توصل المعلومه وعمال يحل كويس جدا بس النتيجه برضو طلعت وحشه. طب انا مش عايزك لا الاولاني ولا التاني، انا عايزك التالت، اللي هو مين؟ اللي هو مذاكر كويس وعارف يوصل المعلومه كويس وفي نفس الوقت عارف يجمع اكبر درجات كويس. عشان كده اتفرج على الفيديو. النهاردة هقول لك افضل طريقة تحل بيها الامتحان عشان تعرف توصل المعلومة بتاعتك كويس جدا وتقدر تاخد الدرجة النهائية في كل امتحان تدخله معاك. اول حاجة طبعا لازم تكون نايم كويس، صحي من النوم في ميعاد بدري جدا عن الامتحان على الاقل ساعتين، اعمل حسابك في ساعة على الطريق محدش عارف ايه اللي بيحصل، وقبليها ساعة ما بين الفطار واللبس. مفيش مشكلة لو رحت بدري، بس الكارثة هتبقى لو رحت متأخر. طبعا لازم تفطر كويس جدا، بلاش الفطار اللي هو بيبقى تقيل قوي اللي هو مثلا زي الفول والفلافل وبطاطس، بلاش الحاجات التقيلة، لا ممكن بيض مسلوق او بيض مقلي، حاجة خفيفة بحيث ان انت ما تضغطش قوي على مخك ان هو يركز في الهضم ويسيب التركيز في الامتحان. طبعا معاك كل ادواتك وما تستخسرش قلمك، مسطرتك، منقلتك، جومتك، كل حاجة. وطبعا لازم تبقى عامل حسابك في قلم جاف وقلم رصاص. انا عارف ان الحل لازم يكون بجاف، بس خد القلم الرصاص وهقول لك هتعمل بيه. الآلة الحاسبة خدها حتى لو انت عندك امتحان عربي، معلش عشان خاطر نزلت ركبت المواصلات رحت لحد باب الامتحان، حاول ما تتكلمش مع حد في الوقت ده، ما حدش هيفيدك. واحد جاي يتكلم معاك في المذاكرة هو جاي يلخبطك، ان هو مذاكر بطريقة وانت مذاكر بطريقة، فممكن جدا انتوا الاتنين تلخبطوا بعض. طيب واحد جاي يتكلم معاك في حاجة تانية بره المنهج اساسا، لا ده جاي يضيعك بقى، ابعد عن الناس، انا عايزك في اللحظة دي متوحد. قعدت واخدت مكاني وخلاص وفهمت انا قاعد فين، اول حاجة تعملها تقرأ دعاء الامتحان، ربنا يوفقك. استلمت الورقة، اول حاجة هتعملها الوقت، عشان الوقت ما يجريش بيك وانت عمال تهبط في موضوع التعبير وتلاقي نفسك سبت بقية المنهج. لا، لازم تعرف تقسم وقتك كويس جدا، تحط الساعة قدامك على الورق. الحل اول حاجة طبعا بتعملها ان انت بتكتب اسمك ورقم جلوسك وكل البيانات دي وتبتدي تركز بقى في الامتحان. مسكنا الورقة بنلف كده لفة سريعة، هو المفروض الامتحان ده كام سؤال؟ هيقول لك 5 أسئلة، مدة الحل ساعتين، يبقى تلف دي سؤال التاني، ده هيفتحني بعد كده اختيارات، وبعد كده علل، وبعد كده تمام ماشي، ده ما فيه رسومات. طيب انا كده عرفت هو عايز مني ايه ومرتب في دماغي هعمل ايه. من نظرتك السريعة على الاسئلة عرفت ان انت مثلا محتاجين منك دلوقتي السلم الجيولوجي، ولو في حاجة تانية مثلا محتاج تكتبها، مثلا موصل الصلابة 1 2 3 4، واكتب عليهم اسامي المعادن. كل ده هتروح عامله على جنب، ان الحاجات دي هتاخد منك تفكير كتير وهتضيع منك وقت كتير جدا، وبعدين تبتدي تحل الاسئله. زي ما قلت لك لازم يكون معاك قلم رصاص وكمان يكون معاك قلم جاف. القلم الجاف ده هو اللي بنكتب بيه الحل خلاص النهائي، والقلم الرصاص ده اللي بنفكر بيه. طيب تعالوا بقى نشوف الاسئله سؤال سؤال ونشوف طريقه حل كل سؤال منه. عندك مثلا الامتحان ده ابتدى بسؤال المصطلح العلمي، طبعا سؤال المصطلح العلمي يعني هو بيجيب لك التعريف وانت بتكتب اسم المصطلح العلمي. العكس طبعا هو سؤال عرف، بيجيب لك هو المصطلح وانت اللي بتقول فيه التعريف. عشان كده كتير منهم هتلاقيهم حلين بعض. اقرا كويس السؤال لحد اخر كلمه، لان ممكن الكلمه الاخيره تقلب لك السؤال. السؤال اللي بعده طبعا هو سؤال الاختيارات، وهو اسهل سؤال ممكن تحله واسهل سؤال ممكن يوديك في داهيه. ليه؟ ان هو بيكون فيه خدعه بسيطه كده. احسن طريقه تحل بيها السؤال الاختيار هو انك تقرا السؤال لحد الاخر مرتين. مثلا هنا بيقول لك يبلغ سمك صخور تحت البحر المفتوحه والمحيطات، ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه.
لا نقرا السؤال تاني. يبلغ سمك الصخور تحت البحار المفتوحة والمحيطات، قصده على القشرة المحيطية، كام كيلو متر؟ ركز في كلمة كيلو متر، كان ممكن يقول لك متر. ساعتها خلاص انا حافظ ان هي من 8 ل 12 كيلو متر. طيب الخدعة بتكون فين في الاختيارات؟ الخدعة بتكون لما تكون انت في امتحانات مثلا اللي فيها مسألة ولازم تتحل، يعني فيزياء، رياضة 2، حتى مسائلنا اللي موجودة عندنا في الجيولوجيا. هو بيبقى عارف كويس جدا ان انت في الحتة دي ال 11 كيلو متر دي هتطنش الكيلو، او مع الخمسة هتقسم وهتنسى العلامة، فهيروح حاطط لك الإجابة الغلط قدامك، أنت أول ما تشوفها تفتكر إنك شغال صح. عشان كده بقول لك من الأول تقرأ السؤال مرتين وأنت من غير ما تبص على الاختيارات. اقرأ السؤال لوحده، هبط رجل من طائرة على ارتفاع 11 كيلومتر، يعني هو دلوقتي عنده 11، كويس جدا، يعني الضغط عنده كام؟ أول واحدة بيبقى نص، اللي فوقيها بيبقى ربع، هنا يبقى الضغط ربع. ربع ضغط جوي، خلاص فهمت انا كده ماشي. بمظلة الى ارتفاع 5.5، ايه ده؟ يعني هو نزل من عند 11 ل 5.5، يعني كان الضغط عنده ربع بقى نص، كويس. فكم يكون الفرق؟ اوبا، كلمة فرق دي لو انا ما كنتش قريتها كان زماني جاوبت على طول. فكم يكون الفرق في الضغط الجوي الواقع على جسمه؟ هو عايز الفرق، يعني نص ناقص ربع هيديك في الاخر ربع، وكمان ما ادهلكش ربع زي ما انا عامله كسر كده، لا ادهلنا 10 بعلامة 10، فهنختار 25%. أسئلة علل، أسئلة علل وبما تفسر، عشان تعرف المشكلة فين يبقى لازم تشوف الفيديو ده. اللي حصل قدامك ده عادي جدا، لان المصحح بيبقى مطلوب منه يصحح 1000 ورقة في 5 ساعات، يعني بيبص على الورقة لمدة 18 ثانية بس، يعني لو هنا عندنا 10 اسئلة بيبص على كل سؤال ثانية الا يعني. طب الحل ايه في حاجة زي كده؟ الحل انك تديله الاجابة النموذجية والكلمات المهمة هي اللي في اول سطر او سطرين بالكتير، يعني مثلا تنتشر تيارات الحمل بالجزء العلوي والمشاحب، اهم كلمه هو عايز يسمعها ان اللب الخارجي سائل واللب الداخلي صلب. ما تقعدش تحكي كتير وتخلي الاجابه في الاخر، لانه مش هيبص عليها، هيعمل لك غلط ويريح دماغه. اسئله صح وغلط، دي صح دي غلط، كده ما ينفعش، كده ما ينفعش، كده ما فيش اي حاجه تنفع غير الاثنين دول بس. طيب وانا بحل بصيت لقيت السؤال ده انا معرفتوش، يبقى هتعلم عليه علامه كده، وما تخافش دي مش علامه اعملها بالرصاص، ابقى امسحها في الاخر وابقى ارجع له في الاخر، ما تضيعش وقتك. الاسئله السهله هتبص تلاقي نفسك كتبت لهم مثلا السلم الجيولوجي، هتحل على طول من هنا لهنا، اختصرت على نفسك وقت كتير. المراجعه، بعد ما بتخلص كل صفحه بتراجع على الاسئله اللي انت معرفتهاش، معرفتش السؤال ده، معرفتش السؤال ده، قلنا ان احنا نسيبهم خلاص، مش عارف احله دلوقتي سيبه مكان، بص على الاسئله اللي انت حليتها، الترتيب اللي انت قريتها قبل كده وحليتها قبل كده، لا ركز بقى في بقيه الاختيارات، هل ينفعوا؟ لا ما ينفعوش. طب هنا معدن من المعادن التي الوانها ثابته، الكوارتز الوانه كتير، الكبريت لا لونه ثابت، كويس ماشي انا حلل كده. طب تعالى بص على الباقيين، كبريتيت الزنك بيتغير، الامسيست ما هو ده كوارتز، ما احسن عمل، يبقى خلاص، يبقى هي انا فعلا اخترت الاجابه الصح. خلصت الصفحة تراجعها كلها، تقلب الصفحة وتبتدي مع صفحة جديدة. المراجعة ما بتتعملش في الآخر، المراجعة بتتعمل بعد كل صفحة. طيب إيه المراجعة اللي في الآخر دي بقى؟ المراجعة اللي أنت بتحل فيها الأسئلة اللي كنت معلم عليها مش عارفها. أحيانا كتير بتكون في حاجة جت بعد كده في الصفحة اللي بعديها أو الصفحة اللي بعديها فكرتك بالإجابة اللي أنت كنت ناسيها، فتبتدي تحلها، يبقى انت كده ضمنت فعلا الدرجه النهائيه. كده يبقى احنا خلاص حلينا كويس جدا، رجعنا على الحاجات اللي حليناها، وكمان الاسئله اللي كانت صعبه واقفه معانا عرفنا نوصل لها، عرفنا نوصل الاجابه فيها، كتبنا الاجابات بتاعتنا بشكل منظم بحيث ان اللي بيصحح في 18 ثانيه ده يشوف الاجابه موجوده في الاول، فاديني العلامه الصح من غير ما يقرا بقيه السؤال،
كده كله تمام. لو في حاجة كنت كاتبها بالقلم الرصاص لازم طبعا تعملها بالحبر. لو في حاجة علامات زي ما اللي احنا عملناها كده على الأسئلة الصعبة يا ريت تمسحها طبعا، ما تنساش الحاجات زي دي. طبعا هو مش هيبقى علامة والكلام ده كله، ما تخوفش نفسك، بس انا بقول لك خلاص مالوش لازمة ان احنا نسيب حاجة زي كده، يا ريت نمسحها. خلاص خلصنا الامتحان وسلمنا الورقة، يا ريت ما تراجعش مع حد، اللي حصل حصل، بلاش تكتئب عشان تعرف تحل في الامتحانات اللي جاية. وفي النهاية زي ما قلت لكم لازم تبقى عارف ان انت مش كل واحد مذاكر هيعرف يجيب الدرجة النهائية، ومش كل واحد مذاكر وحالل كويس هيعرف يجيب الدرجة النهائية. لازم تبقى عارف تجيب الدرجات النهائية بتيجي منين. الدرجات النهائية بتيجي لما بتكون الإجابات منظمة، شكل الورقة كويس، بلاش تشطب إطلاقا. حتى لو بعد ما كتبت السؤال كله حسيت إن الدنيا لا بايظة معاك، أنت عملت سؤال إجابة سؤال تاني، اعمل علامة كده، أوعى تشطب في ورقة الإجابة. بلاش الشخبطة الكتير البوية اللي بتتعمل دي، لا ممكن علامة كده شرطة واحدة المصحح هيفهم. نفرض يمكن الإجابة اللي أنت شطبتها دي هي اللي كانت صح، أو في جزء منها صح وجزء غلط، المصحح ممكن جدا يشوف إن أنت تستحق الدرجة فيديها لك، إنما أنت لو شطبتها جامد قوي كده يبقى أنت دمرته تماما. شكرا جدا ليكم، ربنا يوفقكم.